عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن وحيدة، وطبعا الفيديو اللي عملته وقالت يعني ما الناس اتهمتها كتير جدا، قالت انا مش متهمة وانا مش محتاجة اني اعمل حاجة او اتاجر في حاجة مش كويسة، انا بكسب كويس جدا الحمد لله من المجال اللي هي شغالة فيه، اللي هو يعني هي ملكة جمال افريقيا وبتشتغل في الدعاية والاعلان، فهي بتاخد فلوس كويسة يعني ما يقرب من 200 مليون في الشهر. انا كي ندخل ونطلع حساباتي اعمالي كامل وخدمتي كامل واش نخدم، كي ما ندخلش ندخل 200 مليون في الشهر. علاش؟ باسكو سيدة اعمال وملكة جمال ديجا بالتيتر تاعي كي نصور ما نخلش كيما لي مانكا باسكو ميس سما، ما علاش نروح انا للحرام ولا نروح لحاجات في الاخرين؟ الحمد لله يا ربي هذه ما درتهاش كيما كان عندي والو، كي كنت زواليه نديرها دوكا. الناس تعرفني شغل، الناس يعرفوني بلي انا الحمد لله خدامه ومن البكري لاباس. هذه واحد ما طلعني، طلعت بدراعي وبكتافي والحمد لله. هذه وكاله من الناس اخر همي، سما ما تخموش عليا كاع اللي تباتوا تقولي وحيده ما تعمليش راسك، وحيده بكينا عليك، وحيده ما تقلقيش روحك تشوفي هكا نوب جو مونفو اهدروا من العام. نهاية عايزة أعرف رأي حضراتكم في الكلام اللي قالته وحيدة. حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.